تقول هذه المرأة: زوجي مبتلاً بكثرة التدخين، فيؤذيني إذاية شديدة ويؤذي الأولاد، فنصحته مراراً فلم ينتصح، ولشدة وكثرة الدخان أصبحت أكرهه، ولما صرت أكرهه هجرته في الفراش، فهل أنا آثمة جراء صنيعي هذا؟ أولا إن شاء الله تبارك هذو النساء مساكين، راه مشكيو إن شاء الله، النساء يشكيو كل واحد وباش بلا سيدي ربي. الحمد لله الذي عافانا من ابتلى به كثير من عباده وفضلنا على كثير من خلقات فضيلة. هذا السيد ماشي شيت مدمن على الفيسبوك، مدمن على من؟ القار، الدخان، والدخان ايضا هو السم. ما هو حكم الدخان في الشرع الواجب؟ ربما شي واحد يبقى قاعد يقول ربما غير مكروه. حرام حرام حرام. علاش حرام؟ لأن الكليات الخمسة التي جاء الإسلام لحفظها كلها يمسها بسوء، هو يسيء إلى الدين. ما يمكنش الإنسان يصلي، يمشي يصلي وفمه في الدخان فجأة، يؤذي الناس في بيت الله ويؤذي الملائكة، يؤذي النفس. بن عمي كاع السرطانات كلها بسبب الدخان، كما تقول الدراسات والتقارير الطبية عن المنظمات الصحية العالمية والدولية والإقليمية. يؤذي واسمه، يؤذي العرض. عباد الله اللي كيكمي الناس تهضر فيه، ودي بعدنا على طيف جاذاك الشيميني، جاذاك الشيميني، هذا العرض. النسل الله يحفظها، يشتر عندها الكرش، الولد في البطن ديالها ويكمي عليها. تعرفوا بين التدخين السلبي اخطر 70 مره من التدخين الايجابي. التدخين الايجابي هو اللي يدخن، والتدخين السلبي شكون هو؟ ليش؟ لان ذاك اللي يدخلو راه دخلو لمن؟ لي بومون ديالو، دخلو المعده وخرجو، دخلو كيما سم وخرج. هذاك السم دخل السم، ومنين يخرج واسمو؟ السم زين واسمو فيه؟ واسمو فيه؟ وكاع المصايب اللي لدخل، كاع المرض اللي عنده لدخل. سم معقد، كيقول سم مركز مركب، سم مركب. السم راه دخلوا ليه هو، كيخرج واسمه سم مضاعف، وتشموا المرأة وشموا الولاد. وي 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 مصيبة. فهو يؤذي العرض، يؤذي واسمه البيئة، يؤذي الجيب. كاين اللي ما يشريش الدقيق لولاده ويمشي يشري الدخان. الله يستر يا ربي، الله يستر يا ربي، الله يستر يا ربي. إذا هذه عيات فيها ودي، الله يهديك يا ودي، الله يهديك يا ودي، الله يهديك الأولاد يا ودي. راك تعطي قدوة سيئة للأولاد نتاعك. هل هذه هي القدوة التي ترجى من أب يرجو في أن يرى في أولاده الذرية الصالحة الطيبة؟ أنت تعطي قدوة سيئة ولا يقول ما بغاش، مين بغاش؟ رفدت فراشها مشات لبيت خوها، قالت لك واش هاد الشيء اللي كنديرو وصحيح ولا ما صحيح؟ السؤال فيه زوج: كرهته وهجرته. واش الكراهية والهجران بسبب ما يقوم به هذا الزوج من تدخين في الدار، واش يعني يقول فيها الشرع؟ أولا كرهته، هذه مسألة تاع القلوب. القلوب لا سلطان للعباد عليها، والنفوس جبلت على محبة من أحسن إليها ولو كان بعيدا، وجبلت على كره وبغض من أساء إليها ولو كان أقرب الناس إليها. هذه ما غاديش يحسبها لك يا ربي، لأن راه يأذيك، يأذيك تاعي. بس أنت ما راكيش كرهاتو زوج، لا، هذاك الشيء اللي راه كيدير وكيأذيك وما بغاش كاع يدير. حياه القلب ديالي تغير، القلب ديالي ما قديتش انا نكون انا لا سلطان لي على قلبي. انا باش نبقى انا قابض قلبي، انا ما عنديش كي ندير نقبض قلبي يبقى دائما يبغيك. انت بصيفط له غير السموم واعطيني علاش ندور ونبقى نبغيك.
يكفي انني لا ما بغيتكش، يكفي انني لا ما بغيتكش، ما ندعيش عليك، ما نضيعش. قولك يا ابن عمي انا كرهت هذا الدخوان ديالك انت. لطيف لطيف لطيف، هذه ما عليك شايد، هذا قلبك ما عليكش، بصح هجرتيه. هو راه يعصي الله فيك وانت هجرتيه، الهجران انت يا من هجرتيه. راك عصيتي الله ولا ما عصيتيش الله؟ وخرجتي خرجتي من الدار، واش عصيتي الله ولا ما عصيتيش؟ شوف، هو القاعدة اش كتقول؟ إذا عصى عبد فيك ربه فأطيع الله فيه، لأنه عصى الله بالدخان، وعصى الله تعالى حينما يسيء إليكم بالدخان، ياك؟ وأنتي إلا عصيتي الله فيه ومنعتيه حقه كتوليو بحال بحال، ها؟ أنت أطيعي الله فيه. لكن أنا ما قديتش نبات في المايا، ما بغاش يريض بالدخان، ما بغاش يريض بالدخان، ها؟ كيسميون هذه، كيسميون هذه؟ هذا ضرر، والقاعدة تقول الضرر يزال والضرر يقدر بقدره. أش كتقول له؟ أنت راك تكملي في البيت اللي كنعس فيها، لو كان راك تكمي برا الله يهنيك، لكن تجي البيت ديالي اللي نعس فيها وتبقى تكمي، انا ما قادرش، هذا ضرر، غادي تقتلني، راك تجيفني، راك تقضي لي على 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 الرئتين، راك تسبب لي امراض، ربي ما يبغيش لا ضرر ولا ضرار. ولذلك انا انذرك، فقد اعذر من انذر، الى 7 ايام ما وليتش تقطع شي في البيت انا ما نباتش معك، انا انذرك، لانه لا يمكن ان يستمر هذا الضرر، انا مضروره ونبقى صابر على هذا الضرر، ازل ما يؤدي الى الضرر ما كان مشكله، اما يبقى الضرر يستمر منك وانا اموت، لا، الضرر يزال، يزال باي طريقه؟ باي طريقه؟ نقحص الفراش تاعي في البيت؟ لا، يبقى الضرر راني في البيت، انا نخرج البيت اللي ما فيهاش اللي ما فيهاش الدخان، نخرج البيت اللي ما فيهاش الدخان، ونقول له منين تريض بالدخان انا اعود الى فراشي. انا ما هاجرت فراشك نشوزا ولا استنكافا، ولكن بسبب الضرر. فهمنا هذه، هاد الضرر مشيت بالاخر، اخ ابغاك لالا يقضي حاجته، فاذا ارادك لهذا فاستجيبي ولي ناسي في بيتك. انا مرنيش عاصي الله فيك، هذا بنيتي هاد الشيء اللي نقول لك، والله يرد بهذا الرجال، باش تعرف المراه اللي عطى لها ربي الرجل ما يكميش الخير اللي راه فيها، هذه نقولها للانسان اللي كاين اللي عندها رجلها ما يكمي ما والو ويصلي، وكيجي عندها تقول له بعدني، يا لالا بعدني، واسمع يا لالا، ولو كان عطاك ربي شي راجل، راجلك مخير ويصلي ونقي ومدين وكذا، وكيجي في الليل يبغيها تقول له راني نموت.